كابتن اسامه، انت عندك تخيل لتشكيل البايرن؟ يعني تشكيل البايرن بكره هنتكلم على ماتش هيرتا برلين. اتفضل. لعب بطريقه 4-1-4-1، بيلعب هيرتا برلين فرقه يعني في الترتيب في الاخر ثلاث فرق في جدول الدوري الالماني، فعايز يكسب، عايز حتى هو قال كنا بندور على الفوز عشان نيجي بمعنويات مرتفعه كاس العالم دي امام النادي الاهلي، وهو مقدر النادي الاهلي مش هيلعب بالاسلوب ده، هيلعب 4-2-3-1. فالتشكيل الاقرب لنكون موجود من بدايه المباراه، طبعا عندنا نوير في حراسه المرمى هو الحارس الاساسي لبايرن ميونخ، عندنا بواتينج ودافيد الابا، دول هيكونوا الاثنين المساكين، بافارد وديفيز باك رايت وباك ليفت، وهيلعب اثنين في نص الملعب، كيميتش ده عنده من اللعيبه المميزه جدا، يعني كيميتش ده من اللعيبه الاقوياء جدا في نص الملعب، كميات جري كبيره وكمان من الحلول الهجوميه، وعنده مارك روكا ده اللي في وسط الملعب. الخط الامامي ده اللي هيبقى شبه ثابت، عنده كومان وعنده مولر، لعيب عنده خبره كبيره بيعرف يسجل، من اللعيبه الاساسيه تاريخي للمنتخب الالماني كمان مش للبايرن ميونخ، وعنده جنابري وعنده ليفاندوفسكي بيعتمد دايما على السرعات، يعني بايرن ميونخ من الفرق الثقيله اللي بتقدر يعني يحط السيناريو اللي هو عايزه، عنده سرعات، عنده ارتداد سريع، وعنده كمان بيعمل الضغط العالي بشكل كبير جدا، علشان كده النقطه اللي قلنا ما ينفعش النادي الاهلي يبقى عنده اخطاء في الخط الخلفي.